السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درجة حرارة الصيف المرتفعة يا جماعة، في ناس كتير جدا بتسأل ازاي اعزل السطح ضد الحرارة. حتى في فصل الشتاء بيكرر السؤال ازاي نعزل السطح ضد الرطوبة او ضد المية. في البداية لازم نعرف يا جماعة يعني ايه عزل رطوبة ويعني ايه عزل حراري. عزل الرطوبة يا جماعة عبارة عن مادة عازلة. المادة دي يا جماعة الأشهر منها الممبرين المصنوع من مادة البولي إيثيلين، بيتحط فوق السطح بحيث أنه يمنع المياه من الوصول إلى طبقة الخرسانة، ومن ثم ما تصلش كمان لطبقة التشطيبات، فما تتلفش المياه دي حديد التسليح أو تتلف تشطيبات المبنى أو تتساقط على السكان اللي موجودين في هذه البناية. طيب عزل الحرارة يا جماعة، عزل الحرارة مادة عادة من الفوم أو الفلين. المادة دي بتوضع فوق السطح يا جماعة بحيث انها تمنع الحرارة من الوصول الى السطح الخرساني او الوصول الى سقف الخرسانة بتاع المبنى، فبالتالي ما تصلش تأثير هذه الحرارة الى ساكني هذه البناية. في الفيديو ده يا جماعة هنتكلم عن اقصر الطرق شيوعا في العزل، كمان هنتكلم عن افضل الطرق، وفي فرق بين اقصر الطرق شيوعا اللي الناس كلها معظم الناس بتستخدمها بحيث ان هي ما تكلفش نفسها زيادة عن اللازم، وفي فرق ما بين افضل الطرق لان تكلفتها نسبيا عالية شوية. كمان هنتكلم عن الطريقة الاقل تكلفة بالنسبة للناس يا جماعة اللي امكانياتها الاقتصادية ضعيفة او امكانياتها المادية ضعيفة. هنقول لهم كمان طريقة من طرق العزل اللي ممكن نعزل بيها سطح البيت بحيث ان احنا نوصل لدرجة الى حد ما كويسة، وفي نفس الوقت بيكون بامكانيات اقتصادية او امكانيات مادية قليلة. اول خطوة من خطوات العزل يا جماعة ان بعد ما اخلص السقف بتاعي خرسانة ابدأ انظف السطح ده تماما من اي اتربة او من اي روايش او من اي مواد عضوية موجودة على هذا السطح. هخلي السطح ده نظيف تماما. كمان السطح بتاعي يا جماعة لازم يكون أملس تماما. لو في أي زوائد من الخرسانة أو أي سنون مدببة من الخرسانة لازم أكسرها تماما وخلي هذا السطح أملس، أو أحط كمان يا جماعة طبقة لياسة بسمك لا يتعدى 2 سنتي عشان خاطر أخلي السطح بتاعي أملس وما فيهش أي زوائد أو سنون مدببة ممكن تبوظ العزل اللي أنا أحطه بعد شوية. بعد ما نظفت السطح بتاعي تماما يا جماعة من أي أتربة أو من أي روايش موجودة على السطح وعملت له طبقة لياسة بسمك 2 سنتي بحسيت ان انا خليته أملس تماما، هبدأ اعمل يا جماعة في كل الزوايا القائمة بتاع السطح، اي نقط التقاء الدروة بتاع السطح مع السطح يا جماعة، نقط الزوايا القائمة دي ابدأ اعمل لها حاجة اسمها رقبة ازازة، لان مش هعزل المنطقة المسطحة فقط للسطح، كمان هعزل جزء من الدروة الرأسية اللي موجودة، لان لما المية تتجمع يا جماعة اكيد هيبقى ليها سمك على السقف. السمك ده يا جماعة هيوصل للمناطق الرأسية اللي على السقف زي الدروة. اذا لازم الدروة كمان اللي حوالين السقف من فوق، لازم الدروة دي يا جماعة هيتعزل على اقل منها 20 سنتي. طيب منطقة التقاء السطح بالدروة يا جماعة دي بنسميها منطقة رقبة الازاز، لان العزل لازم يبقى انسيابي من منطقة افقية لمنطقة رأسية. الانسيابية دي هنصنعها بحاجة اسمها رقبة ازاز، بحيث ان كل الزوايا القائمة دي يا جماعة بنبدأ نبلاها بالمونة، والراجل او مبيض المحارة بيقدر يعمل القصة دي كويس قوي، بيملال المنطقة دي او الزاوية دي بالمونة بحيث انه يحولها من زاوية قائمة الى زاوية منفرجة الى حد ما، بحيث يا جماعة ان العزل يبقى انسيابي من منطقة مسطحة الى منطقة رأسية. الان هبدأ في اول مرحلة من مراحل العزل، هو عزل الرطوبة او العزل الحراري. ازاي يا جماعة بنعمل عزل الحرارة او بنعمل عزل الرطوبة؟ يا جماعة بنجيب شرائح من الممبرين او رولات من الممبرين. شرائح الممبرين يا جماعة او رولات الممبرين دي عبارة عن شرائح طولها 10 متر وعرضها متر، بيتم رصها بجوار بعضها البعض. لازم نعرف يا جماعة ان في اكتر من نوع من انواع الممبرين اللي موجودين في السوق. في ممبرين بسمك 3 ملي، ممبرين بسمك 4 ملي، في ممبرين عادي، وفي ممبرين مسلح بالفايبر. الافضل يا جماعة ان يكون سمكه كبير نسبيا، فيكون مثلا 4 ملي ويكون مسلح بالفايبر عشان عمره الافتراضي يكون اطول معانا. طيب حضرنا الواح الممبرين يا جماعة، ازاي هيلتصق الممبرين مع سطح الخرسانة؟ الالتصاق ده يا جماعة بيتم عن طريق البتومين البارد. قبل ما بنفرد يا جماعة شرائح الممبرين بنبدأ ندهن السطح بتاعنا بالبتومين البارد على الأقل يا جماعة وجهين متعامدين، بحيث ان احنا كل كيلو جرام من البتومين البارد يا جماعة هيكفي معانا متر مسطح. بعد ما دهنا يا جماعة السطح بتاعنا بالبتومين البارد بنبدأ نفرد شرائح الممبرين بجوار بعضها البعض بحيث يبقى فيه تداخل على الأقل 10 سنتي. وعن طريق تسخين البتومين البارد يا جماعة وتسخين شرائح الممبرين بنقدر نلصق شرائح الممبرين على السطح أو على البتومين البارد.
بعد فرش ألواح الممبرين بالطريقة اللي قلنا عليها يا جماعة، وعن طريق تسخين البتومين البارد مع الممبرين ولصقناهم على السقف، لازم نتأكد إن الممبرين ما يكونش فيه أسفله أي فقاعات هواء، أو بلغة السوق كده يا جماعة ما يكونش فيه أي بغبخة تحت الممبرين، لأن دي بتكون نقاط ضعف كبيرة جدا للممبرين، ممكن تساهم في قطع الممبرين، فبالتالي ما أديش مهمته لعزل المية عن السقف. الحاجة التانية يا جماعة، لازم نحلق حوالين أي ماسورة موجودة على السقف، بحيث إن أنا أخلي شرائح الممبرين حوالين هذه الماسورة، وأتأكد تماما إن الممبرين مغطي السطح تماما. كمان يا جماعة نحلق حوالين ماسورة الجرجوري. ماسورة الجرجوري للناس اللي ما يعرفهاش يا جماعة، هي دي ماسورة التصريف اللي هنصرف عليها كل المياه اللي هتيجي على السطح، ودي هنعرفها أكتر في نهاية الفيديو. عشان نتأكد ان الممبرين بتاعنا تم تركيبه بالطريقة السليمة وانه يؤدي مهمته في المستقبل بالطريقة المطلوبة منه يا جماعة، لازم نعرض الممبرين للمياه. ازاي الكلام ده يا جماعة؟ هنملى السطح بسمك لا يقل عن 10 سنتي من المياه. هنبدأ نملى السطح كله مياه يا جماعة بسمك 10 سنتي، ونبدأ نراقب السقف. ما لقيناش اي تنشيع من السقف، ما لقيناش اي تنشيع من هذا الممبرين، يبقى الممبرين بتاعنا تمام ومظبوط، وهنبدأ في المرحلة التالية. بعد ما خلصنا عزل الرطوبة يا جماعة، هنبدأ في عزل الحرارة. في ناس يا جماعة بتبدأ بعد عزل الرطوبة تعمل طبقة لياسة بسمك 2 سنتي عشان تحمي الممبرين، وفي ناس يا جماعة بتبدأ بعزل الرطوبة مباشرة. الأفضل طبعا ان احنا نعمل طبقة لياسة بسمك 2 سنتي يا جماعة، بحيث ان انا احمي طبقة الممبرين، ودي بتبقى عبارة عن اسمنت ورملة بس، نفس مكونات خلطة المحار. عملت طبقة الحماية للسقف بتاعي يا جماعة بسمك 2 سنتي، هبدأ اجيب الواح الفوم يا جماعة وابدأ ارصها بجوار بعضها البعض. الواح الفوم يا جماعة بتبقى مجهزة بحيث ان يبقى فيه تداخل ما بين اللوحين وبعضهم، بتبقى عاشق ومعشوق مع بعضها، بقدر اركبها بسهولة جدا، واي فواصل ما بين الواح الفوم وبعضها عن طريق شريط لاصق بيجمع الواح الفوم يا جماعة، بقدر اقفل هذه الفواصل. الواح الفوم يا جماعة لابد ان كثافتها تبقى عالية، ما يقلش سمكها عن 3 سنتي، يفضل الالواح الزرقاء على الألواح البيضاء. بعد مرحلة العزل الحراري يا جماعة، هبدأ في مرحلة خرسانة الميول. ولكن قبل ما أعمل خرسانة الميول يا جماعة، لازم أجيب مشمع من البلاستيك ما يقلش عن 200 ميكرون، أو السمك بتاعه ما يقلش عن 200 ميكرون، أبدأ أحط فوق الفوم بتاعي، بحيث لما أحط خرسانة الميول بعد كده الخرسانة دي المية بتاعتها ما تتلفش مني الفوم. بعد ما فردت مشمع الحماية يا جماعة فوق طبقة الفوم اللي هيحميه الفوم من الخرسانة، بحيث ان الخرسانة او مية الخرسانة ما تتلفش هذا الفوم، ببدأ يا جماعة اعمل خرسانة الميول. خرسانة الميول يا جماعة الغرض منها تصريف المياه الى ماسورة الجرجوري، اذا بالطبع هيكون اقل منسوب في خرسانة الميول يا جماعة عند ماسورة الجرجوري، واعلى منسوب في المنطقة المقابلة لماسورة الجرجوري. طيب ميول هذه الطبقة الخرسانية دي يا جماعة، الميول بتاعتنا يا جماعة كل متر ليه 1 سنتي، اذا لو كانت المسافة بين ماسورة الجرجوري والنقطة المقابلة واعلى نقطة يا جماعة كانت المسافة دي 10 متر، اذا سمك الخرسانة هيكون ناحية النقطة المقابلة ازود 10 سنتي من منسوب الجرجوري. مثال يا جماعة، انا احط خرسانة الميول بسمك 3 سنتي عند منطقة ماسورة الجرجوري، وبعد كده احط الماسورة عليهم، اذا هعتبر ان منسوب الماسورة دلوقتي منسوب 0. اعلى نقطة مقابلة لماسورة الجرجوري يا جماعة لازم بمنسوبها قد ايه؟ هنقيس المسافة يا جماعة من ماسورة الجرجوري لأعلى نقطة أنا مفترض إن الميول هتبدأ من عندها، أو هتبقى أعلى نقطة عندي في السطح هذه النقطة، وليكن المسافة دي طلعت معانا يا جماعة 10 متر، أنا الميل بتاع خرسانة الميول يا جماعة بيبدأ من 0.5% لحد 1%، إذا كل متر يا جماعة نقدر نخليله 0.5 سنتي أو 1 سنتي، أنت ليك الحرية في هذا الأمر، بحيث إن أنا لازيد عن 1 سنتي ولا أقل عن 0.5 سنتي، وليكن يا جماعة نشتغل 1 لـ100، يبقى المسافة العشرة متر دي يا جماعة هتبدأ ترفع لي خرسانة الميول 10 سنتي، فلو افترضت إن المنسوب عند ماسورة الجرجوري 0، إذا النقطة المقابلة هيبقى منسوبها يا جماعة 10 سنتي. طيب لو عرض السقف بتاعنا كبير جدا، وليكن مثلا يا جماعة عرض السقف بتاعنا 30 متر، هل من المعقول ان لو شغال مثلا ميل 1 لـ100 اخلي المسافة بين ماسورة الجرجوري الاعلى نقطة 30 سنتي؟ لا يا جماعة، ممكن نخلي اعلى نقطة في منتصف السطح، بحيث ان المية تتصرف معانا يمين وشمال، واعمل ماسورتين جرجوري، واحدة في اليمين واحدة في الشمال، وخلي اعلى نقطة في منتصف السطح. يعني معرفنا يا جماعة الميل اللي هنحترمه في خرسانة الميول، قلنا بيبدأ من 0.5% لحد 1%، عاوزين نعرف هي مادة خرسانة الميول دي بتتكون من ايه؟
رسانة الميول يا جماعة فيها ثلاث أنواع، طبقا للحالة الاقتصادية أو طبقا لقدراتك المادية. لو أنت قدراتك المادية ضعيفة يا جماعة، خرسانة الميول بتاعتك هتبقى خرسانة عادية جدا، 5 شكائر في المتر، ولكن السن بتاعنا يا جماعة سن عدسة أو سن لا يزيد مقاس الحبة بتاعته عن 0.5 ملي. إذن حبيبات السن دي يا جماعة هتبقى صغيرة جدا، بحيث إن أنا الخرسانة بتاعتك كثافتها قليلة، بحيث إن تبقى أحمالها خفيفة على السقف. طيب لو أنا إمكانياتي المادية متوسطة، في الحالة دي يا جماعة ممكن نستخدم حاجة اسمها الفوم كونكريت. الفوم كونكريت دي يا جماعة بنجيب مادة الفوم دي بتبقى عبارة عن حبيبات، وبنخلطها مع الخرسانة العادية ونبدأ نفرشها على السقف. فمادة الفوم دي يا جماعة هتقلل لي من وزن هذه الخرسانة أو من كثافتها، فبالتالي هتبقى الأحمال خفيفة على السقف. طيب انا معايا فلوس وعاوز اكلف وعاوز اعمل حاجه صح 100%، في الحاله دي يا جماعه هنستخدم حاجه اسمها الخرسانه الرغويه. والخرسانه الرغويه دي يا جماعه ما فيهاش رمل، ما فيهاش سن، هي عباره عن اسمنت وميه وماده اسمها السيليتون بيتحط فيها، بحيث انها تعمل فقاعات هوائيه في هذه الخرسانه. طب الخرسانه بتاعتي فيها فقاعات هوائيه بمقدار من 20-25% من حجمها، فبالتالي الخرسانه بتاعتي هتبقى خفيفه جدا على السقف. كمان الخرسانه بتاعتي هتبقى عازله للحراره، يبقى ضربت عصفورين بحجر في هذه الخرسانة. خلصنا خرسانة الميول يا جماعة، هنخش في آخر مرحلة وهي مرحلة البلاط، ولازم نراعي يا جماعة فواصل التمدد والانكماش اللي بنراعيها أثناء تركيب البلاط، ولازم نملأ فواصل التمدد والانكماش يا جماعة اللي في البلاط بمادة مالئة ضد المياه، ما تسمحش بانتقال المياه من البلاط إلى طبقات عزل الرطوبة أو العزل الحراري. الطريقة اللي احنا قلناها يا جماعة هي الطريقة الأكثر شيوعا وليست الطريقة الأفضل. الطريقة الأفضل يا جماعة بتبدأ بالعزل الحراري الأول، ثم بعد كده عزل الرطوبة. في الطريقة الأفضل يا جماعة بنبدأ الأول نشيل أي زوايد على السطح بتاعنا، بنخلي السطح أملس تماما حتى لو اضطرينا نعمله طبقة لياسة خفيفة. بعد كده يا جماعة بنجيب العزل الحراري اللي هو ألواح الفوم يا جماعة، ونرصها بجوار بعضها بالتدخل بتاعها وبالشريط اللاصق زي ما قلنا. بعد كده يا جماعة بنجيب مشمع السمك بتاعه ما يقلش عن 200 مايكرون ونفرشه فوق الفوم. بعد كده هندي يا جماعة طبقة خرسانة خفيفة. المكونات بتاعتها يا جماعة اسمنت زائد رمل زائد سن لا يزيد عن 0.5 سنتي. بعد كده يا جماعة بنجيب العزل الرطوبة بتاعنا، طبعا بندهن هذه الخرسانة بالبتومين البارد الأول، بعد كده عزل الرطوبة يا جماعة عن طريق التسخين البتومين البارد مع الممبرين، بنبدأ نلصق هذا الممبرين. بعد كده يا جماعة بعد الممبرين بنعمل خرسانة الميول، الخرسانة الرغوية أو الفوم كونكريت أو أي نوع، طبقا للي هيقدر يتحمله السقف أو طبقا لقدراتنا المادية. بعد الخرسانة الرغوية يا جماعة بنخش بعد كده في مرحلة البلاط. اخيرا يا جماعه كنا وعدناكم في بدايه الفيديو ان احنا هنقول لكم على طرق بديله او حلول تانية تكون اقل تكلفه بالنسبه للناس اللي قدراتهم الماديه محدوده. من الحلول دي يا جماعه ان احنا ما نستخدمش الفوم من الاساس، هنستغنى عن العزل الحراري اللي هو ماده الفوم، وهنستخدم على طول الخرسانه الرغويه مباشره على عزل الرطوبه او على الممبرين. هتكون طبقه حمايه الممبرين، وزي ما قلنا الخرسانه الرغويه يا جماعه فيها من 20-25% فراغات، فهتقلل لي انتقال الحراره من والى السقف. طيب لو انا ما عنديش خرسانه رغويه وعاوز استغنى عن الفوم، تقدر خرسانه الميول تضيف لها الفوم يا جماعه، او الخرسانه العاديه اللي هي محتوى الاسمنت بتاعها 5 شكائر في المتر، ولكن السن بتاعها حبيبات لو تتعدى 5 ملي، تقدر تضيف لها يا جماعه حبيبات الفوم وتشتغل معاك زي الخرسانه الرغويه. هتشتغل معاك طبقه حمايه لعزل الرطوبه او الممبرين، وفي نفس الوقت يا جماعه هتبقى عزل حراري بسبب وجود حبيبات الفوم اللي هتقلل من انتقال الحراره الى السطح. طيب الناس يا جماعه اللي معاهاش فلوس لا تعمل عزل حراري ولا تعمل عزل رطوبه، مش هيقدر يشتري ممبرين ومش هيقدر يشتري فوم، الناس دي تعمل ايه يا جماعه؟ ممكن في حل بديل يا جماعه، ولكن مش هو الحل الامثل زي ما اتفقنا. الحل ده تبقى لامكانياتك. حضرتك هتعمل خرسانه ميول بس، خرسانه مفلفله بمحتوى اسمنت لا يزيد عن 150 كيلو جرام. هتجيب الخرسانه بتاعتك دي يا جماعه، وفي منتصف الخرسانه هتيجي فارش مشمع لا يقل عن 200 ميكرون. هتجيب مشمع بلاستيك يا جماعه لا يقل السمك بتاعه عن 200 ميكرون، هتفرشه في وسط طبقة الخرسانة بتاع الميول، وهتعمل خرسانة الميول يا جماعة. إذن هتفرش نص طبقة خرسانة الميول ثم المشمع، ثم تكمل باقي خرسانة الميول على المشمع ده يا جماعة. المشمع هيقلل لك من نفاذية المية يا جماعة، فهيشتغل معاك كأنه عزل رطوبة أو عزل مائي. كمان الخرسانة المفلفلة اللي فيها محتوى اسمنت قليل دي يا جماعة هتشتغل معاك، هيبقى فيها نسبة من الفراغات إلى حد ما، هتشتغل معاك كعزل حراري. ولكن ده يا جماعة الحل للناس اللي مش قادرة تكلف أو مش قادرة تعمل أي حل بالحلول اللي قلناها في البداية. نهاية الفيديو أتمنى يكون قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.